يا لطيفا لم يزايا يا الألطف بنا فيما نزايا يا إنك لطيف لم تزايا يا الألطف بنا والمسلمين يا ربنا يا ذا العلا ويا يا بالمصطفى خير الململا يا ربنا يا ذا العلا ويا بالمصطفى خير الملا يا ربنا يا ذا العلا ويا يا بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق البلا يا فإنهم ضعف أجمعين واخمض لنيران الفتيان واكفنا كل المحيين وجذ علينا بالمنيين واكف أذايا المذيين والقعت ارفع والوبا يا واجعل عدانا كالهبا واعمر حمانا والربا يا وكلنا عونا معين وانظر إلى سلطاننا يا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا يا واجعلهم في الغابرين واصلحوا واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد الدين به واصلح أمور المسلمين أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا يا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قمين واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا آمين رب العالمين واغفر لنا ذنوبنا يا واستر لنا عيوبنا يا واكشف لنا كروبنا يا آمين رب العالمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قمين واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا آمين رب العالمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين آمين.